في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليهم. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق. ناله من الآب كابن له أوحى، شهد له يوحنا فنادى: هذا هو الذي قلت فيه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي. من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة، على نعمة لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. والأمن والسلام لجميعكم.